السلام عليكم ورحمة الله. يعجبني قول النووي: ومن أعظم الضرر إثبات قول يخالف مذهب السلف. كلام جميل. من أعظم الضرر إثبات قول يخالف مذهب السلف. حلوة. المجموع المجلد السادس صفحة 416. ولذلك شيخ الأشاعرة اللقاني كان يقول: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لماذا أقول ذلك؟ هناك يعني شبل جعله الله شبلا في الحق، يقول: أنا يعني هدفي ضرب السلفية. ليش؟ المنهج السلفي هو ما يعني التزام ما كان عليه السلف الصالح، ما الذي يضيرك في ذلك؟ استحسن القاضي أو ابن قاضي شهبة قول الذهبي في عثمان ابن عبد الرحمن النصري: كان حسن الاعتقاد على مذهب السلف. وكذلك قال الحافظ بن حجر عن محمد ابن قاسم ابن سفيان اللي هو أبي إسحاق المصري، قال: كان سلفي المذهب. يا محمد عبد الواحد، يا من تقول هدفي ضرب السلفية، ابن حجر يثني على من؟ على أبي إسحاق المصري، فيقول: كان سلفي العقيدة. ما الذي يقهرك أن الرجل يتبنى منهجا سلفي العقيدة؟ ما الذي يضرك؟ وفي كلام الذهبي عن أحمد ابن محمد الأصبهاني، قال الذهبي: فالسلفي من كان على مذهب السلف. السلفي من كان على مذهب السلف، سير أعلام النبلاء المجلد السادس صفحة 21. والشيخ إبراهيم ابن محمد المقدسي في ترجمته عن أبي مظفر في ترجمة محمد ابن أحمد ابن قدام المقدسي قال: وكان على مذهب السلف حسن العقيدة. حسن العقيدة، كان على مذهب السلف حسن العقيدة، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، مجلد الثاني صفحة 349. هذه السلفية يا أستاذ، ولا يوجد أحد يسعى لضرب السلفية وهدمها كما تفعل إلا وأصابه الله وابتلاه في عقله وفي سلوكه، فيصير مضحكة أو أضحوكة للناس، فيصير أضحوكة للناس، وهذا ما فعل الله بك. بصرف النظر عن أكاذيبه وغير ذلك مما سوف نسلط الضوء عليه، دعونا الآن فقط نأخذ مقاطع سريعة مما أصابه الله به من غرور ودلع ودعاوي وتعالم وحب للمدح. تفضلوا. قضيتي الأولى نشر التراث والمذهبية، ولازم هذا القضاء على السلفية. أخي بيلي والله كلامك كله عسل، صدقت يا أخي. الشيخ أحمد الفلاسي بيقول لي كلامك لا يمل. طب سيبوا الراجل يمدحني، هاكل قرف. إيه الحلاوة دي يا شيخ محمد؟ والدتي بتقول إنها قبل أن تحمل فيا رأت رؤيا، فقبل أن تحمل فيا رأت رؤيا إنها كانت جالسة في مسجد والشيخ الشعراوي رحمه الله بيدي درس، وبعد الدرس شاور لوالدتي قال لها تعالي، فقلت له انا، قال لها ايوه تعالي، وبعدين لا طبعا امي متزوجه، تقبلي ان تتزوجيني؟ فقلت له انا مش مصدقه نفسها، قال لها ايوه انت تتزوجيني. فحكت الرؤيه لشخص يعني يعبر الرؤى، فقال لا ستلدين ولدا وسيكون عالما كبير، يكون عالما كبير، يكون عالما كبير 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 كبير. الاخت دين تسوسو من فلسطين بتقول لامي: سلم بطن امك امك التي انجبتك. ها 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 ها، كلام اللي هقوله لك ده انت ما سمعتوش قبل كده، ومشايخك ما سمعوش قبل كده. ايه الحلاوه دي يا شيخ محمد؟ والله انا واحد عاقل وكلامي موزون، ومش هتلاقي الكلام ده بره، وهتستفيد. ف
فاسمعني عشان ربنا يكرمك. فالرجل يقول إنه شرب ماء زمزم منذ أسبوع لأقبل صداقته. وهذا الكتاب بفضل الله تعالى فيه من الجهد ما ليس موجودا في أي طبعة سبقت للكتاب، ولن يوجد في أي طبعة تلحقه إلا لو نقلت منه. وهذا أفضنا فيه كثيرا، وبفضل الله تعالى أتينا بما لم نجد أحدا تكلم فيه. إيه الحلاوة دي يا شيخ محمد؟ تعود إلى دروس الروضة على الفيس، فقد كانت من أنفس ما تنشره. هي فعلا زادت نفاساتها بفضل الله تعالى، وصار الشرح في غاية التدقيق لكنه في مجموعة خاصة لئلا يأخذه هؤلاء النابتة الأوباش يستطيلون به، فهم ليسوا أهلا لأن يتعلموا منا. يلا مشي يلا. مراجعتك الموضوعية التي أدت بك إلى ترك الوهابية أكبر دليل على إنصافك وفقهك وتدقيقك وتحقيقك. الحمد لله، أمين وإياك. بص بقى، أنا مش عاوز هبل. ما أفضل كتاب وقع بيدك في تاريخ التشريع؟ مفيش. الله يخرب بيتك، إيه الحلاوة دي يا شيخ محمد؟ شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله. باقي دروس الروض هل ستنشر؟ لا، دروس الروض لن تنشر. دروس الروض احنا مستمرين فيها الحمد لله، هي في مجموعة خاصة. تنشر امتى الله أعلم، أو ما تنشرش أصلا الله أعلم برضه. لن تنشر لأن هذا العلم الذي فيها لا يستحقه إلا من يتأهل له، وأنا لا أعطي سلاحا لمن لا يحترمون العلم ولا العلماء، فعودوا تنططوا على الناس بقى ويعملوا نفسهم هم أصحاب التحقيق والفهم. إنما أنت ومشايخك ما تعرفوش تشرحوا الروض ولا تفهموا الروض كما ينبغي، فتيجي عندي أفهمهولك وبعدين تتنطط علينا. أنت تسطر تاريخا، يعني هذا للتاريخ، مش قضية إن أنا بتكلم في درس وخلاص سمعتوني 100 200 واحد ولا 1000 2000 10000، لا، موضوع أكبر من كده. أنا أعرف الأحكام الشرعية ولا أحتاج منك أن توجهني الأولى ومش الأولى، بل دورك أن تتعلم مني مش أنك تعلمني، فلابد أن تعلم هذا جيدا. من أين أتيت بهذا؟ اربع على نفسك يا بابا. بس أنا مش عاوز واحد غبي يسمعني دلوقتي، أنا عاوز اللي بيفهموا بس هم اللي يسمعوني. الأغبياء يمتنعون. أنت ذهبل، أنت متخلف. إخوة داخلين يدوني درس في الأخلاق بيقولوا لي اللي عنده علم يبذله بلا استعلاء. لا، أنا هستعلي عليك وأعمل لك بلوك. يلا يا حبيبي، اضحوك بلياتشو، ارجع للفتوى بتاعتي من 4 سنين تقول لي الله ينور عليك يا محمد عبد الواحد. هذه الهجمه عليك دليل تاثير اخوالك يا مولانا. نعم، الحمد لله. اللي يشتم يبعته لي فانا بلطجي اعرف اتعامل معهم. بصراحه انا محتاج واحد زي الاعمش كده يبقى عنده، يبقى معايا كده، يعني اقوله يعني تولى النقاش مع هؤلاء، لان دول ما ينفعش معاهم الادب. انت بتهزر يا ابني، انت متخلف يا ابني. يا عم يا حبيبي، انا لا انت ولا هو، انتوا الاثنين عندي اطقشكم كده زي البيض، ولا قيمة لكما عندي. الله يخرب بيتك. مرحبا بأي تعليق، أي سؤال، أي استفسار. واحد بيقول يتحداك تجيب دليل على أن أسانيد العلم كلها تمر عبر الأشعار. امشي يا امشي يا أهبل يلا، كاتك القرف، خد بلوك. يعني لو الزوجة مدخنة لا يجوز لزوجها أن يمنعها، مش من حقه. طب هو رأيه أنه حرام ما يشربش هو. الآن حرمة دخنت على فتوتك يا محمد عبد الواحد، وهي طبعا ما شاء الله انت عارف الحريم ممكن تتعصب لرأيها، تمام، وجوزها طلقها. مش خربت بيت انت كده يا محمد؟ ما زال من الفقهاء من يقول بالكراهة. مين انا؟ كذا واحد دخل يقول لي ايه دليلك يا شيخ ان الشيخ يعقوب قال كده؟ يا حبيبي دليلي يا ابني، انا الدليل في الموضوع ده.